إن شاء الله راح نتكلم عن أعراض التهاب الفيروسي الأحادي في الحلق، بالإضافة إلى أن التهاب البكتيريا ونزلات البرد والحساسية، فإن الإصابة بالعدوى الفيروسية أو المعروفة باسم الوحديات المعادية، أيضا التهاب الفيروسي الأحادي الذي سببه فيروس معروف فيروس أبشتاين بار، تعتبر حالة أخرى شائعة يمكن أن تسبب أعراض التهاب الحلق عند الأطفال التقليدي. طبعا التهاب تقليدي، حرارة، تضخم واحمرار وطفح جلدي، يمكن يكون طفح حمى القرمزية، أيضا تضخم في العقد، وأيضا تضخم في العقد اللمفاوية، ممكن أيضا يحصل له تضخم في القدد الأخرى. أيضا من المهم معرفة الأعراض التهاب الفيروسي الأحادي، وأيضا طبعا الأعراض كالتالي: تكون التهابات يعني في الحلق، وأيضا والذي يوصف في العادة بأنه أسوأ حالات التهاب الحلق يمكن أن تصيب الطفل. أيضا ارتفاع في درجة الحرارة، أيضا تضخم في العقد اللمفاوية مثل ما ذكرنا، والقدد في الرقبة، أيضا ممكن تسبب التهابات في القدد الأبض، وأيضا في المناطق الأربيات، وأيضا منطقة أعلى الفخذ، المناطق التي يوجد فيها قدد، من الضروري يتم فحص هذه المناطق. أيضا من الضروري استشارة الطبيب المتخصص في هذا المرض، وهو مرض التهاب الفيروسي الأحادي لالتهاب الحلق. هذا الفيروس خطير جدا، ممكن يسبب إدماء في المنطقة الملتهبة، وأيضا ممكن أن ينتقل إلى البلعوم، ومما يزيد الحالة أكثر خطورة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، كان معكم إن شاء الله راح نعرض بعض الدروس في الفترة القادمة تخص هذا الفيروس، ونتطرق في بعض العلاجات وأخرى البحوث التي تكلمت عن هذا الفيروس. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.